أعوان الشركة التونسية لكهرباء الغاز اللي معناتها يخدموا على الميدان في مجال رفع أرقام الاستهلاك ولا في مجال استخلاص مستحقات الشركة، قاعدين يتعرضوا لعديد الضغوطات والتهديدات والعنف اللفظي والمادي. ورانا سجلنا من 2010 إلى سنة 2020 572 اعتداء على أعوان الشركة التونسية لكهرباء الغاز، وهذه فرصة باش نقولوا للعباد هذوما الأحياء السكنية اللي هما مش معددين، معناتها بعض المناطق احنا ما نقولوش معناتها مناطق حمراء بقينا ندخلوا بصعوبة، والعوان يدخلوا خايفين باش يخدموا فيها، باش يتصلوا بالشركة التونسية لكهرباء الغاز لتسهيل عملية استخلاص وتقسيط المبالغ المطلوبة. قيمة المستحقات نتاع الشركة التونسية للكهرباء والغاز على الحرفة نتاعها بلغت في مواسع شهر سبتمبر 2020 2200 مليون دينار، قسمين خواص حكومي. بالنسبة للخواص 1118 مليار، وبالنسبة للحكومي 982 مليون دينار، يعني بنسبة 50% في كل مجال. المستحقات هذه قاعدة تزيد من عام إلى عام إلى عام، خاصة خلال سنة 2020، أنتم ثم تعرفوا إجراء الحجر الصحي أثر ياسر على المؤسسات الوطنية، خاصة على الشركة التونسية للكهرباء والغاز.